مباشرة بعد وصوله إلى مطار هواريبو مدين بالجزائر العاصمة والاستقبال الشعبي الذي حظي به من طرف بعض الأنصار، توجه الناخب الوطني الجديد كريستيان غوركوف إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، أين كان في استقباله رئيس الاتحادية محمد رورالا. الرجلان تداولا وجبة الغداء سويا بحضور غيو ماغي المحضر البدني الجديد الذي رافق التقني الفرنسي إلى الجزائر، ليعقد رورالا اجتماعا مع الناخب الجديد في ذات المركز بسيدي موسى، أين تناقش حول مستقبل العارضة الفنية في الوقت الذي توجد فيه وجهات نظر مختلفة بين رئيس الفاف وغوركوف بخصوص هوية مساعد المدرب، حيث سبق للناخب الوطني الجديد وأن صرح بأنه ليس في حاجة إلى مساعد ضمن طاقمه الفني، في حين يرى رورالا أن الأمر ضروريا مع اشتراط أن يكون المساعد جزائريا.